السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأعزاء أينما كنتم، يا هلا ويا مرحبا فيكم في هذه الحلقة الرياضية من برنامجكم الرياضي استوديو الرياضة، وهذه الحلقة التي خصصناها اليوم للاتحاد القطري للرماية. لما لا، والاتحاد يقيم البطولة الآسيوية 12 على ميادين لوسيل في الدوحة، والتي سوف يتأهل من خلالها 35 رامي ورامية إلى أولمبياد لندن 2012. إلى الآن نحن حصلنا على بطاقتين للألعاب الأولمبية في لندن عن طريق ناصر العطية وعن طريق لاعبنا أيضا أوليك. أيضا إحنا إن شاء الله إذا كان في المزيد فنحن بانتظاره. أيضا هناك العديد من الرماة الآسيويين الذين حققوا العديد أيضا من البطاقات واللعب في أولمبياد لندن 2012. عموما إحنا تواجدنا اليوم في ميادين لوسيل لأن هذا الميدان بدأ يلفت الانتباه، خصوصا في الخمس أو ست سنوات الأخيرة، لما يضم من نجوم ورماه على مستوى العالم، خصوصا إذا علمنا أنهم نجوم ورميين قطريين. هذا الميدان خلال الخمس وست سنوات الأخيرة تحول من اتحاد عادي إلى اتحاد عالمي. إلى الآن خمس سنوات ونحن نلعب في الأولمبياد وبشكل مستمر. عموما بنشوف هذا الميدان، ميدان لوسيل اللي يضم العديد والعديد من المنشآت الرياضية في داخله، بنشوفها إن شاء الله وبنعرف تفاصيلها، لأن في النهاية أصبح هذا الميدان بالفعل مصنع لإنتاج الأبطال. مشاهدي الأعزاء، هذا الميدان يبعد 18 كيلومتر عن الدوحة. هذا الميدان يقع إلى جانبه أو تقع إلى جانبه حلبة لوسيل الدولية شمال هذا الميدان. الميدان يضم العديد من المنشآت في داخله، لكن بالفعل حياة موجودة ثانية في ميدان لوسيل. الميدان يضم نادي خاص بالرامين والرماء الهواة بشكل عام وأصحاب العضوية، أيضا يضم ميادين داخلية وخارجية، أيضا يضم بركة سباحة ويضم فندق على مستوى عالي، وأكثر من ذلك ستكون إن شاء الله معنا في هذه الحلقة، وسنطلع عن قرب ماذا يوجد بداخل ميدان لوسيل للرماية الذي أصبح حديث كل العالم، وعلى وجه الخصوص الأبطال الآسيويين اللي هم أيضا أبطال العالم. للحديث أكثر حول تفاصيل ميدان لوسيل وما يحويه بالداخل، يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا السيد محمد بن علي الغانم رئيس الاتحاد القطري للرماية. أبو غانم مساك الله بالخير، يا هلا ومرحبا بك. أول شيء نشكرك على الاستقبال والحفاوة اللي الشرف لنا يا أخوي أنكم تجونا وتشرفون مكاننا. جعل عمرك طويل يا أبو غانم. أبو غانم، إحنا اليوم خصصنا الحلقة للأمانة الميدان لوسيل، لأن في الفترة الأخيرة إحنا لاحظنا خلال الخمس أو ست سنوات الأخيرة على وجه التحديد منذ افتتاح ميدان لوسيل في عام 2006 لاحظنا هذا التطور أو القفزة النوعية على مستوى الرماة القطريين، وحبينا نعرف المشاهد عن قرب. دائما إحنا أبو غانم في الاستديو وسويته لا، اليوم قلنا نجي عندكم ونشوف شو اللي يحتويه ميدان لوسيل من تفاصيل دقيقة، ومن خلالها أصبح بالفعل مصنع للأبطال. ان شاء الله حاضرين، وان شاء الله نروي المشاهد ان شاء الله باللي يسره ويعرفون تفاصيل الدقيقه، وخاصه اللجان التنظيميه للبطوله هذه، ويشوفون مقدار الجهد اللي يبذله الاتحاد وعدد الناس المشتركين وعدد الافراد المشاركين في لجنه التنظيم. يعني لجنه التنظيم حوالي 400 شخص يشتغل فيها. لا، خصوصا يمكن احب اقول للمشاهد العزيز ان واحنا جايين على الخط تقول المكان مقطوع ما في حد من الناس، لكن تدخل حياة وعالم ثاني. عموما أبو غانم، حين بتودينا نبدأ؟ أول شيء احنا بنتكلم عن المقر، مقر الاتحاد، مقر النادي. مقر النادي هو اللي مقر الاتحاد أساسا، ومن ثم بنطلع إلى جميع المنشآت اللي تخدم الرياضة الميادين، ومن ثم رايحين إن شاء الله نشوف الميادين عن قرب ونشوفها في الفعاليات. طيب شو اللي يحتويه المقر الاتحاد؟ المقر طبعا احنا يحتوي طبعا في الاول صالة استقبال عندنا، وعندنا السكرتارية للسكرتارية البطولة، وعندنا مخازن اللي الصرف الفوري السريع من المخازن، ومن ثم عندنا قاعة اجتماعات حق حوالي 50 شخص اللي تساعدنا في الاجتماع مع المدربين ومع الحكام وما شابه ذلك.
ونستخدمها ايضا في الدروس مثل دوره التحكيم اللي قبل البطوله اللي عقلناها، ومن ثم نطلع الدور الاول واللي في مقر رئيس الاتحاد وامين السر وقاعه الاجتماعات وجميع رؤساء الاجهزه والمحاسبين. هو عندنا في الطابق الثاني. طيب نروح نشوفها مع المشاهدين. يا مرحبا، يلا تفضلوا معنا. إذن مشاهدينا، احنا موجودين الان في مقر الاتحاد، ولربما اول ما تدخل مع الباب دايركت يجيك مجسم يشرح لاي ضيف او اي واحد ما يدل في داخل ميدان لوسيل، مجسم كامل بتقنيات عاليه يشرح لاي مكان هو يبي يروح له. ابو غانم، حدثنا عن هذا المجسم ومتى وضع، متى طبعا أمشي. المجسم هذا وضع قبل تصميم، في بدايه تصميم الميدان، ومثل ما شفت انت الميدان على مساحه كبيره اللي هو كيلو يعني في مربع كيلو في كيلو، بمعنى حوالي مليون متر مربع. فالمجسم الميدان مقسم الى الرصاص والقوس والسهم الجهه الجنوبيه، ومن ثم ميادين الشوزه من جهه شرقيه. ولو جينا احنا نشوف ميدان 300 متر الواضح هناك، ميدان 300 متر في 40 نقطه رمي باجهزه الكترونيه. ومن ثم خارجي، ميدان خارجي، ميدان بنشوف ان شاء الله على الطبيعه بعدين على الطبيعه. نعم. عندنا ايضا ميدان ال 50 متر 60 حاره، وسيتم ان شاء الله بعد التاريخ 25 الشهر هذا يعني بثلاث ايام حنبدا ان شاء الله برفع الى 80 حاره، علشان يكون حسب المواصفات لاستضافه البطوله، بطوله العالم. احنا نحاول نستضيف بطوله العالم، يعني في تخطيط من الان، في تخطيط ان شاء الله من الان، وفي دعم من اللجنه الاولمبيه، والشركه وقعوا العقد، وان شاء الله حتبلش من تاريخ 25/1. عندنا ميدان ال 25 متر لن تكون هناك في اضافات، فيه 60 حاره رمي وحسب مواصفات العالميه، ولن يكون عليها اي تغيير. طيب الاضافات هناك وين بتكون؟ اي جهه؟ بس تكبير، نزيد عدد الحارات من 60 نسويها 80. هو كمواصفات فنيه كامل ان شاء الله، نفس المساحه. اي بس نفس المساحه، احنا بنلصق بين ال 50 وبين ال 25 في فتحه، شفت انت الفتحه اللي بينها؟ هذا احنا بنلصقها مع بعض علشان نعطي ال 50 مساحه، وبنلصقه بنزيد من اقصى 300 متر. ممتاز. ومن ثم عندنا ال 10 متر هوائي 60 حاره ايضا، ميدان داخلي مو بخارجي، اي ميدان داخلي. بنرفع الى 80 حاره ايضا، بنحركه من جهه ال 25 متر، فبيصير حرف ال، بتسكرون المنطقه كان حرف حرف ال. نعم. فبنسكرها وبتكون 80 حاره، وان شاء الله تكفينا، والرد هي على عدد رماتنا عندنا شويه ضيق. ومن ثم هذا المبنى الاداري لاداره البطولات، فقط في مكاتب لاداره البطولات، في مكتب مدير الشوزه، مدير البندقيه، مدير المسدس، مدير البطوله، النتائج، الكريديتيشن اللي هو عمليه صرف الهويات، الموقع او المركز الاعلامي وما شابه ذلك. طيب المبنى مقر الاتحاد اللي احنا فيه ابو غانم، يعني اذا كان هناك في مبنى اداري هذاك خاص بطولات، طيب المقر الاتحاد من اللي يكون متواجد فيه؟ المقر الاتحاد هو لاداره الاتحاد وليس لاداره فقط البطولات. يعني البطوله يجب لها مدير للبطوله، صحيح، رئيس المسدس، رئيس البندقيه، رئيس له سكرتاريا ولها، يعني عاده ما تروح انت هناك كلها. لا موجود. بالعكس، انا لازم امر عليهم اصبحهم بالخير. فهذا ايضا هذا المبنى اللي هو مبنى المطعم، فيه المطعم اللي يخدم على كل المنطقة هاي كلها، المنطقة اي يخدم المنطقة هذه، اللعيبة واللجان المنظمة. ومن ثم عندنا هذا مال الدوبنج، احنا لعيادة الدوبنج لفحص المنشطات، عندنا مبنى خاص لفحص المنشطات، ولا يستخدم على لفحص المنشطات، خاصة يكون في تحقيم مسبق وما شابه ذلك، كل الأمور والمواصفات المطلوبة تكون جاهزة فيه. وجانا احنا مدير المختبر المنشطات السيد الدكتور محمد الصيرفي، قاموا بزياره وفتش على اللي عنده سباير الحين هذا المختبر الجديد، وان شاء الله خلاص ان اظن من السنه القادمه ما تكون هناك اي عينات نرسلها للخارج، لان الان نرسل عيناتنا الى بريطانيا ويرسلون النتيجه حق الاتحاد الدولي. ممتاز. طبعا عندنا هذا مباني لمستودعات الذخيره، صرف الذخيره، ومن ثم عندنا ان هذا فندق كانت غرف استراحه، احنا طورنا فيها وعملناها فندق مؤقت لاقامه المعسكرات،
كثير من الدول تجي تجلس عندنا أربع أيام خمس أيام إن شاء الله راح نشوفها على الطبيعة إن شاء الله. طيب متى تم عمل الفندق ولا نأخذها على الطبيعة؟ هو لازم على الطبيعة إن شاء الله نتكلم طيب عنها. طيب عطنا تفاصيل الثانية الخاصة بال. عندنا المبنى هذا عندنا في المنطقة هذه. نعم. هو النادي الصحي. فيه سونا، في جيكوزي، في صالة أثقال، صالة تمارين رياضية، مسبح 30 متر، محل مساج، لأن احنا المساج عندنا مهم جدا. فإذا أدخلنا نظام المساج في عندنا ثلاث رجال، ثلاث مساجين للرجال ومساجتين للنساء، هاي حسب المقرر. مساجين من وين؟ من تايلاند ولا؟ لا لا لا، احنا المساجين تبع الجهاز الطبي، احنا طبيين طال عمرك. يجب ان المساج هذا يكون على درجه عاليه وسبيتار هو مشرف من عليه من الجهاز الطبي وعن طريق سبيتار. يجب ان هو كل الان الامور الطبيه هي عن طريق سبيتار. الجهاز الطبي كله يتم حتى اللي بكافه الخياره عن طريق الان سبيتار. وفي نعم. عقد بين اللجنه الاولمبيه والسبيتار. عندنا هذا المبنى الحالي اللي احنا فيه، اللي احنا موجودين فيه مقر الاتحاد. اي نعم. وهذا موقف بشكل سريع. وهذا ميدان الشوزن، هذا المبنى الرئيسي لميدان الشوزن اللي ان شاء الله رايحين احنا نشوفه. هذا مبنى رئيسي. وهذه الفرعية أو ملعب لا، هذه منصات المشاهدين. هذه منصات المشاهدين عندنا. شلون خمس شلون منصات المشاهدين؟ يجي يجلس ويشوف الميدان قدامه. قدامنا يشوف الميدان قدامنا. ممتاز. وهذا مبنى خدمات انتم بكرامة، حمامات وما شابه ذلك وغرف ممتاز. هذا بشكل عام كل نعم. هل في مقترحات ان تزيد المساحه هنا او مباني موجوده، خصوصا نشوف مساحه كبيره ما شاء الله موجوده ابو هذا الله يسلمك. المساحه المفتوحه هذيك اللي قدام ان شاء الله فيه فكره ان احنا نعمل ميدان سبورتنج، يسمونه سبورتنج، اللي انت تمشي ومن ثم مثل الصيد يعني انت تمشي ومن ثم الاطباق تطلع. ان شاء الله حنبدا ان شاء الله البطوله هذه اللي جايه، هي بطولة إن شاء الله حتكون سمو ولي العهد إن شاء الله للسبورتينج، بتكون إن شاء الله على مستوى العالم. ممتاز. نعم. طيب الحين خلصنا هنا. خلصنا من طيب. هنا و نتوكل على نروح للسكرتارية. يجوا السكرتارية يحتاجون إن شاء الله ما شاء الله كلمة تشجيع منكم يعني. طبعا الآن حنا في مكتب السكرتارية، وهذا مكتب السكرتارية اليومي اللي يستقبلون النتائج وجميع الطلبات من الوفود. طبعا شوفون أنا شخص يتابع الأمر من تشاينيز تايبي، ولهم مكتب أيضا تكمل فوق عملية حق عملية التوزيع المظاريف، لأن الآن هم يشتغلون على حوالي 1500 شهادة يطبعونها ما شاء الله، ويتم توزيعها لكل رئيس وفد قبل لا يغادر. طبعا احنا في نهاية البطولة الآن. الأخ محمد الجابر عندنا هو رئيس مدير البطولة، هو كل الأمور تكون عنده، كل اللجان تكون تخدم عنده. مدير البطولة المفروض يروح هناك في المقر مو؟ لا، المدير البطولة يجب أن يكون عند السكرتارية، لأن كل الأمور تنصب في السكرتارية. فكل اللجان التعليمات الأوراق كلها تجي للسكرتارية ومن ثم يصير توزيعها، فيجب أنه هو يكون مشرف عليها. فهو مكانه هذا من الساعة 7:30 الصبح إلينا الساعة 7:30 بالليل. في الليل. يعني يجب أن يكون المدير موجود، ما يقدر يلف ولا يقدر يروح. ليش؟ لأن المشاكل يومية، وكل رؤساء الوفود والمدربين والحكام كلهم يجون عند السكرتارية علشان تجهيز، خصوصا الاستقبال والمغادرة والسيارات والمواصلات والاكل وما شابه ذلك، دائما عند السيد محمد الجابر. عموما مشاهدينا بالفعل نشوف خليه نحل موجوده في ميدان لوسيل وبالتحديد في مقر الاتحاد، خصوصا واحنا نشهد الايام الاخيره من البطوله الاسيويه الثانيه عشره. يمكن خلصنا الان في مقر الاتحاد، الان بغانا وين بنروح؟ الان بنروح الميادين ان شاء الله، نشوف الميادين نشوف اللجان الفعليه. تفضلوا معنا مشاهدينا. يلا
إذا مشاهدينا وإحنا رايحين في طريقنا إلى ميادين لوسيل، يمكن لفت انتباهنا الغرفة اللي إحنا موجودين فيها اللي هي غرفة استراحة الحكام بغانم، على أساس ما نأثر على الحكام وقعدتهم ووقت استراحتهم بشكل سريع. هذه الغرفة وفكرة إنشائها هي لا طبعا هي شيء طبيعي إنك الحكم يكون من الساعة 7:30، يعني حوالي يوصل هنا الساعة 8 صباح ولا ينتهي إلا في آخر انتهاء المنافسات اللي حوالي الساعة 4 إلى 5 العصر، فلا يجب أن يكون عنده مكان يستريح فيه، فيه شاي قهوة، فيه انترنت، فيه شفت انترنت جميع النتائج وجميع البرامج أول بأول تجي، وكل من البيجن هول هذا كل واحد له اسم مكتوب عليه اسم الحكم نفسه، فياخذ البرنامج ياخذ أي تعليمات مباشرة. والحمد لله رب العالمين عندنا احنا حوالي 40 حكم قطري مشارك في المعتمد دوليا، مشارك في البطولة هذه، ومنهم من الجوري ومنهم من الحكام درجة أولى ودرجة ثانية. في شكاوي؟ في شكاوي على الحكام؟ الحمد لله حتى لا ما في شكاوي، في بعض الشكاوي بعض الأخطاء الفنية للرماة، لكن تكون هي قانونية ويتم البث فيها، لأنها في عندنا لجنة استئناف ويتم يجب ان البث فيه خلال هذا خطا فني. انا اقول من الحكام، خلينا نسال الحكم. لا ما في شيء، نسال الحكم عندنا الموجودين. محمد الجلام اخونا هو حكم محمد قديم، جزاك الله بالخير. يا هلا ويا مرحبا فيكم محمد. احنا بس على اساس ناخذ انطباع الحكام عن المكان او ميدان لوسيل بشكل عام ومنطقه الحكام الخاصه فيهم، انتقالهم من غرفة الاستراحة إلى الميدان والعودة منه، هل في صعوبات، في مشاكل تواجهكم شيء؟ الحمد لله رب العالمين، بفضل دقة التنظيم الموجودة من قبل اللجنة المنظمة ومن قبل رئاسة الاتحاد، أعتقد ما في أي صعوبة تذكر لحد الآن واجهت كل الحكام، سواء الحكام الاتحاد المحليين أو الحكام الدوليين اللي جونا من قارة آسيا لحد الآن. يعني كل أموركم طيبة؟ كل شيء طيب الحمد لله رب الحمد العالمين. الحمد لله، وإن شاء الله دوم بالتوفيق. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. مشكور. إذا مشاهدينا نروح الآن لميادين لوسيل بعد ما شفنا غرفة الخاصة باستراحة الحكام. اذا مشاهدينا احنا دائما نقول رحيل الميادين، ولكن نتفاجئ دائما احنا في الطريق ما شاء الله نشوف حاجات تلفت انتباهنا، ولذلك نمر على اساس نعرف المشاهد بهذا المكان اللي احنا نشوفه بعيوننا ونحب نرويه للمشاهدين الاعزاء. هذا هو المطعم الخاص في البطوله ابو غانم، يعني الان احنا على فكره وقت البطوله الاسيويه رقم 12 احنا موجودين. نعم، هذا الله يسلمك المطعم بوفيه، يخدم طبعا اللجنه المنظمه حوالي، ياخذون حوالي 500 وجبه منه يوميا، وايضا في وجبه باسعار مخفضه، الوجبه ب 20 ريال للرماة. هذا يخدم كافه المنظمين والرماة كل الناس. لا ولكن احنا متعاونين، مشكوره لقطر ستار، شركه قطر ستار تعاونت معنا اعطتنا اسعار مخفضه للاعبين انه ياخذ وجبه متكامله شوربه وسلطه. ما يتحمل الاتحاد اللاعب، نظام البطوله، نظام البطوله اللاعب هو اللي يدفع 20 ريال ومن ثم. فهذا طبعا انت شفت كل الناس تجي وتاكل، تكلم عن 6 دولار تقريبا. طيب انواع الاكل اللي موجوده، هل الاكل لان في اسيويين في نفس؟ نعم، الاكل الله يسلمك فيه شوربه نوعين، وفي السلطه ايضا نوعين، سلطه خضراء وسلطه بارده، ومن ثم فيها الكاري وانواع الكاري والسمك والمقليات والامور هذا، الدجاج وهذا، يكون في انواع متعدده. وطبعا والعيش المتشابس على قولتهم، المتشابس بوديك عقب شويه. يلا يا مرحبا. Thank you.
إذا مشاهدين احنا دائما نقول بنروح ميدان لوسي، لكن قبل ما نوصل الميدان في محطة توقفنا دائما، واللي لفت انتباهنا ايضا وجود اعتقد بغانم معرض للأسلحة. طبعا احنا في شركات جايتنا خمس شركات جايتنا من اوروبا تعرض اسلحته وتعرض معداته. عندنا هذه شركة عارضة بنادقها هي للعرض فقط، انما للشراء يجب ان يتخذ الاسلوب، كل دولة لها نظامها في عملية الشراء، انما هنا للعرض فقط. بس للعرض يعني فقط تشتري للعرض. ممثل الشركة موجود، لازم من ممثل الشركة موجود. نعم، هذا ايضا مسدسات اللي تستخدم في البطولات، هذا هو المسدس هوائي يعتمد على ضغط الهواء، وفيه الطلقات اللي احنا نسميها مصجمة، وطبعا يختلف على الوزن وعلى طوله وعلى ما تلاحظ بغانم ما شاء الله صارت الديزاينات واشكال حلوه طبعاً طبعا والفينيشينج والجليد لازم كل السلعه لازم مثل ما تقول ضبطونها علشان تمشي، عشان خاصه بعد الرما كثير نسوان يحبون الزكرشه اغلبيتها من مسدس. نعم، عندنا ايضا هني بغانم عندنا شركه الهدف ايضا احد الشركات اللي جاي تعرض معانا اللي تخصصها هامرلي ومتخصصه في خاصه المسدس، وهذا وايضا يقومون بعمليه الصيانه المجانيه. جميع الصيانه اللي تتم هنا هي عمليه صيانه مجانيه، الرامي او الرياضي لا يدفع لها اي شيء. ايضا عندنا الخوات من الاسر المتعففه ماخذين لهم موقع في نفس المكان وتبيع من الأطياب والعطور والبخور وما شابه ذلك فأيضا العطور والبخور هذا أيضا يقومون ببيعها وعلى اللاعبين، وأيضا مثل ما تقول في إقبال عليها. الحمد لله رب العالمين، فيه إقبال طيب إن شاء الله. طيب ستوب بس خلاص، ايش بقى عندنا؟ عندك شيء تبي تروينا اياه؟ ها نطلع من الباب؟ شفت القطعة هناك، عندك فكرة؟ أيضا هنا عندنا شركة من أحد الشركات المسدسات، هي تعمل مسدسات ويشوف هو يقوم بعملية الصيانة، صيانة أحد المسدسات الفنية الخبير، وهي كلها صيانة مجانية. It is free charge. هني بالمجان يعني كل الصيانة وقطع الغيار بالمجان، هذا احد الشروط اللي احنا شرطينها على للعرض، لان احنا ما ناخذ منهم فلوس، فانما يقدمون خدمات للاعبين. ممتاز، يعني الان يقدر بس ما يسمعون ابو غانم، اذا مشاهدينا اذا كانوا يصنعون ابو غانم ولا لا في هذا لا ما يصنع، هو مجرد يغير قطع الغيار. بعد هاي شركه ايضا هذه شركه اهداف، نفس الاهداف الشركه اللي احنا نستخدمها هنا هي جايه تسوق لعمليه اهدافها وعمليه نظامها، هي اهداف جديده، هذه النظام جديد يعني. طيب ممتاز، الان نروح الميادين ولا في محطات توقفنا؟ نوقف الفندق وبعد نروح الميادين. نروح للفندق نشوف. اذا يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدي الاعزاء، وهالمره من فندق الخاص بالاتحاد بميدان لوسيل التابع للاتحاد القطري للرمايه، يعني فندق صراحه موقع جدا ممتاز. احنا نقدر نقول احنا في حديقه الفندق ابو غانم، احنا في البهو مثل ما تقول المفتوح، لان عمليه الجو الطبيعي والخضره وصوت الماي، عمليه الاسترخاء والتركيز قبل التوجه الى التدريب، وخاصة إذا كان عندك التدريب على فترتين، فهذا المكان نعتبره إن حق لاعبتنا إن حنا نخلي لهم موقع استراحة. المكان هذا فيه 24 غرفة، كل غرفة فيها سريرين، كل 6 غرف جناح الحالة، فيه جميع الأمور مثل الميكروويف، مطبخ صغير. نظام شقق؟ لا مو بنظام شقق، يعني ان اللعيبه يجيبون اكلهم، يقدر يسخن اكله، يقدر يعني مثل ما تقول يخدم نفسه، وفي نفس الوقت انه يرتاح. وخاصه إن عندنا شباب يجيبون اكل من بيوتهم بعض، يعني اغلب الاوقات اي مكابيس وهالسوالف، ولو احنا نراقبهم ونتابع هذا الشيء، يعني خاصه الوزن، خاصه عمليه الدهون
والاكلات الثقيله. لكن الحمد لله يعني مكفي. كثير من الدول اللي تجي تسوي معسكرات كازاخستان كان مسوي معسكر، منغوليا كان معانا مسوي معسكر في نفس الليل في نفس المكان. تاخذون عليهم رسوم؟ ناخذ احنا رسوم، يعني احنا نعتبرها للصيانه اللي هي $50 للغرفه في اليوم. $50 حساب الاتحاد ولا اللجنه الاولمبيه؟ لا هي طبعا هي تدخل على حساب الاتحاد. الاتحاد يستخدمها في عمليات الصيانه، في عمليات ترتيب، عمليات التشغيل اليوميه وما شابه ذلك. فاللجنه المشكوره يعني قامت بدعمنا وتجهيز المكان، والان احنا المداخيل هذه هي طيب اللجنه مش هي اللي تعمل الصيانه للمبنى بشكل هي عام؟ هي تعمل الصيانه بشكل عام، لكن في بعض الامور كسر يعني بسيط ما تكلفه اللجنه وانك تخاطب اللجنه ازيد من قيمه هذا الشيء. لا في شركات بغانم، في شركات هو طبعا الشركه موجوده اوريدي موجوده، شركه الصيانه موجوده عندنا هنا، بس ما مثلا بتشتري وجبات حق الرماة، بتشتري كذا، يعني في شغلات بسيطه الكاش ماني عندك يسلك امورك، يعني سرعه التصرف عندك، وثاني شيء انه يسد الحاجه يعني. طيب الان انت من وجهه نظرك الان، وخصوصا انك سافرت كثير وشاركت في بطولات كثيره، هل تحس ان الفندق ينقص حاجه او شيء؟ هو طبعا الفندق هذا فندق يخدم لاعبين الاتحاد. الان احنا عندنا حوالي 200 انتم سويتوا على اساس انه يخدم هو يخدم الاتحاد؟ هو هذا منذ التاسيس موجود؟ من التاسيس هو كان اساسا استراحه، ما كان فيه سرايا. فاحنا شفنا الحاجه ان احنا تكلمنا اللجنه الاولمبيه واللجنه الاولمبيه مشكوره، انتم تحولونها الى غرف، احنا نحولها الى غرف، يعني مش فقط استراحات. فجل الانسان يتمدد ينام يغط له ساعه زمان نص ساعه زمان. ناصر العطيه كان يلف اللفه ويجي يتمدد هنا، يجي من هنا يجي هنا ياخذ مساج ويرتاح شوي قبل لفته يرجع يرمي. كثير من اللاعبين يسوون هذا الشيء. كل لاعب له نظام معين، يعني في لاعب يحب الهدوء، لاعب ما يحب التفكير فيقعد بين الناس، في يعني كل شخصيه وكل لاعب له فكر واسلوب شخصي معين. فاحنا نحاول انه بقدر الامكان نكون نتماشى مع الجميع. ممتاز. زين وين بنروح الحين؟ الحين بنروح ميدان 50 متر، يعني تسمع 50 متر نروح لسكيت؟ لا 50 متر بعدين 25 وبعدين العشرة وبعدين نروح لسكيت. اخر شيء لسكيت، اخر شيء لسكيت، لان في مفاجاه عندنا مشاهدي الاعزاء في لسكيت، لكن خلينا نروح ال 50 متر. 50 متر 50 متر. واصلين ميدان ال 50 متر. طبعا الميدان ال 50 متر هذا فيه 60 نقطة رمي، ومثل ما انت شايف الان تو فقط انتهى التدريب. والميدان هذا فيه غرفة الكنترول على يدنا اليسار اللي هو اللي يعطي الاوامر والتعليمات، وفيه ايضا انتم كرامة حمامات، مخازن حق الملابس، يعني الملابس هم يخلونها هنا، والسلاح مثل ما شفت ان كثير من الرماة يخلي الملابس علشان من العرق الين تنشف، وبعدين يرجع مره ثانيه عقب ساعه او ساعه ونص. الحين يروح يتغدى ويريح وكذا، بعدين يرجع يكمل. لا مو يكمل، يا يكمل يا انه عشان ما 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 ما, ما يحطها في الشنطه وهي في يعني فيه نوع من العرق، فتشوفهم يفونها مثل ما نقول احنا يجفونها نشرها على نشرها يعني اي نشرها ويجفها على الان احنا في الميدان نفسه. كل بوكس او كل مجموعه فيها 5 اهداف، وفيها الاهداف هاي الشاشه. طبعا الميدان هذا 50 متر، هذه الاجهزه اللي احنا نستخدمها. شوف هنا الطلقه عندنا في 10.8 اللي اخر طلقه، واللي تعتبر 10.9 هي اعلى سكور ممكن يحصل له الرامي، وهذا طبعا رمايه الفاينل. هذه الشاشه يستخدمها الرامي جنبه، تكون جنبه علشان يشوف طلقاته وين. الاول كان عنده دربيل، دربيل يطالع بالدربيل، الان لا صار الكتروني كله يشوف الطلقه بالضبط وين، ومن ثم يقدر يكمل يعني. وفي نفس الوقت بعد الستين طلقه ما عاد في الورقه اللي تحطها وتروح، لا خلاص هذا انتهينا منها. خلاص انا الان في رول داخل، هو الرول يتحرك داخل الماكينه، ومن ثم الكترونيا تنتقل النتيجه هنا. ممتاز. طيب نروح الان لميدان الان نروح ان شاء الله ميدان ال 25 متر. اذا مشاهدينا احنا الان في ميدان ال 25 متر والخاص بالبندقيه والمسدس. ابو غانم مثل ما نعرف احنا اللي شفناه قبل شويه ال 50 متر وال 25 حق البندقيه والمسدس. ال 25 لا ال 50 هو حق البندقيه والمسدس. ال 25 مسدس فقط. مسدس يرمون فيه البنات
25 متر سبورت يسمونه خاص بالبنات، ويرمون فيه الستاندرد ويرمون فيه المسدس السريع ويرمون فيه السنتر فاير، اربع انواع من الرمايات يرمون فيه. طيب ابو غانم، احنا نشوف فيه اختلافات يعني في المسدس، هني في حاجز ما بينه وبين الرامي اللي جنبه، هذا لان الله سلمك المسدس ينطل الطلقات عشان الطلقه او الظرف الفارغ ما يصيب. طيب اللي جنبه والمسدس في الخمسين ما يسوي نفس الطلقه؟ لا ما يسوي، ليش؟ لانه يفتح ويسكر اللي في الخمسين يعني يفتح. ايه هذا لان اوتوماتيك، لان يرمي سريع. بعض الاحيان يرمي خمس طلقات في اربع ثواني، فالطلقات تنطل، فعشان ما تاذي او تشوش اللي جنبه لازم نعم. يكون فيه حاجز. ممتاز. طيب هذا بالنسبه للميدان ال 25. اي نعم. طيب الان نروح للميدان ال 10 ان شاء الله. 10 ان شاء الله نروح للميدان العشرة. إذن مشاهدينا، احنا الان موجودين في ميدان العشرة متر مسدس ابو غانم مثل ما عرفنا، صحيح؟ لا هاي مسدس وبندقيه. مسدس وبندقيه هوائيه، يعني احنا القطريين نقول مصاجمه. زين حدثنا عن هذه، خصوصا ان في اجهزه نشوفها الشاشات وخلاف ذلك. احنا الحمد لله يعني ان في شاشه للرامي، وايضا احنا للتشجيع والمتابعين للمتابعين الجمهور المدربين عملنا تلفزيونات او شاشات تلفزيونيه تنقل النتيجه مباشره، بحيث أن يكون الجمهور أيضا متواصل مع الرامي خلال رمايته، ويشوف كيف أن 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 الرامي نتائجه، ويتابع المدرب شو اللي صاير مع رامي. طيب هي طبعا احنا نتكلم عن الميدان، هي 10 متر و60 نقطة رمي. هذه بتم توسعتها أيضا؟ هاي بتم توسعتها إلى 80. نعم إن شاء الله. طيب متى بنشوف عندنا أبطال في هالمكان؟ والله موجودين الابطال، بهيه كانت دخلت الفاينل في هذا، وكانت اقرب للميداليه وللتاهل، لكن ما حلف الحظ باجزاء من النقطه. وحتى لو انت شفت رمايه بهيه خلال البطوله، اللي عندها اربع تسعات، ثلاث تسعات 9.9 9.9، فما كان التوفيق موجود، يعني ما كانت موفقه، والحمد لله ان شاء الله احنا نقدر نتعامل مع الرماه ونخرجهم من نفسيه لنفسيه اخرى، بحيث ان المستقبل قدام ان شاء الله. ممتاز، بالتوفيق يا ابو غانم. الحين بنروح لسكيت الشوزن. الشوزن في سكيت وتراب دبل تراب. طيب مشاهدينا، بنروح للشوزن، وعندنا في الشوزن مفاجاه خاصه بترافقنا ان شاء الله، وبندردش معاها في امور الشوزن بشكل عام حسب كلام ابو غانم. نروح مع بعض. إذا مشاهدينا وصلنا لميدان السكيت أو الشوزن حسب ما هو المرغوب من قبل، خصوصا أبناء قطر وأبناء الخليج بشكل عام، هذه المسابقة التي تحظى باهتمام، خصوصا أن أبطالنا دائما يشاركون فيها ويحققون نتائج جيدة وإنجازات حتى على المستوى العالمي. وأيضا آخر إنجاز كان تأهل ناصر لصالح العطية حصوله على الميدالية الذهبية في مسابقة الفردي، وأيضا الفرق لمنتخب السكيت، وايضا تاهل الى اولمبياد لندن 2012. ابو غانم، وصلنا الحين لميدان السكيت، حدثنا عنه بشكل اكبر، عن هذا الميدان اللي بالفعل من اروع الميادين اللي موجوده في ميدان السكيت. طبعا هو ميدان مشترك للسكيت والتراب والدبل تراب، ثلاث لعبات في نفس الميدان نقدر نستخدمها بعمليه تغيير برمجه الميدان. عندنا احنا ست كومبايند يعني مشترك، ميادين مشتركه، وعندنا المبنى الرئيسي اللي يكون فيه الضيوف واستراحه اللعيبه والمستودعات. هاي اللي قصدك المبنى داخل؟ المبنى اللي خلفنا. نعم. في الاستراحه اللعيبه، الاستراحه، وفي اداره البطوله، الكنترول روم اللي مالت التحكم في الاهداف والتحكم في النتائج، والنتائج هذه مباشره تنتقل على الشاشات وتنتقل على التسجيل الالكتروني. ممتاز. زين، شو الفرق بين التراب، عشان نوضح للمشاهد الفرق بين التراب والدبل تراب والسكيت، خصوصا انها في ميدان واحد؟ التراب هي اسمها ميدان الحفره او رمايه الحفره، الهدف يطلع من حفره تحت، انما من مكان واحد، من تحت، من مكان واحد. لكن الاولمبيك تراب اللي يسمونه التراب الاولمبي هي 15 ماكينه تحت. اللي دبل تراب؟ لا،
بالتراب 15 ماكينة، هي 5 نقاط، كل نقطة فيها 3 مكاين، فيها 3 اتجاهات مختلفة. الماكينة تطلق الطبق مرتين يسار، وماكينة تطلق الطبق مرتين يمين، وماكينة واحدة تطلق الطبق مرة واحدة يسار لسيدة يعني للأمام. فكل نقطة ترمي 5 في 5 أطباق، في 5 نقاط يصير 25 طبق عندنا. والدبل تراب، أما الدبل تراب هي 3 مكاين، ماكينة A B C في النص في السنتر، إنما الرامي مكانه هو اللي يتغير، هو اللي يتغير، هاي اللي يتغير. تكون الزاوية تختلف، يا يطلع A B أو A C أو B C، هذا حسب الدبل تراب طبقين مع بعض، حسب اختيار مين؟ لا حسب برمجة الميدان. الميدان ممتاز. يعني أنت تعرف أن الميدان هذا راح يرمي إيه، فأنت تستعد لرماية إيه. ممتاز. النظام الجديد اللي راح يتغير في الاتحاد الدولي أن أنت ما تعرف أي نظام، يسمونه راندم، بحيث أنه يعطون تشويق أكثر. ممتاز. حق الدبل تراب. والسكيت، السكيت هي عبارة عن برجين، برج الكبير والبرج البرج العالي والبرج الواطي، يسمونه لو هاوس وهاي هاوس، والطبقين يتعاكسون وانت تغير مكانك فتتغير الزاوية. كل اذا الطبق يطلع من يمينك بزاوية اقرب، ومن ثم تتحرك يطلع بامر من الرامي نفسه. ايه، امر من الرامي، كل الرماية الشوتين يطلع بامر من الرامي، لكنها الكترونيا تأمر انت، تطلب الطبق ومن ثم يشعل الضوء او الليت، واذا شعل الليت بعدها يطلع الطبق. ممتاز. وغانم انا جدا شاكر لك، واستأذنك في أن نروح لمفاجأتنا الخاصة اللي وعدنا فيها مشاهدينا في بداية الحلقة، ونرجع لك مرة ثانية عشان نستكمل الحديث إن شاء الله. إن شاء الله، يا مرحبا فيكم، المكان مكانكم. إذن مشاهدينا لا تذهبوا بعيدا، فاصل ونعود بعده لمواصلة الحديث، وخصوصا عن مفاجأة ميدان لوسيل. يلا. إذن يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا من جديد، والآن وصلنا إلى فقرة المفاجأة اللي حدثناكم عنها في بداية البرنامج. المفاجأة للأمانة أسعدتنا قبل أن تسعدكم إن شاء الله في تواجدها اليوم في ميادين لوسيل، خصوصا أن حقق ميداليتين هو ناصر بن صالح العطية، الرامي القطري والعالمي والملقب بالسوبرمان الرياضة القطرية. صالح يعطيك العافية، يعطيك العافية، سعداء بوجودك معنا اليوم يا ابو صالح. الله يسلمك. احنا رغم فوزك بميداليتين، اول شيء مبارك، نقول لك الف مبروك هذا الفوز، واللي مو بغريب، ودائما لما تصل الى العالمية اعتقد ناصر قدها ان شاء الله. الحمد لله. على كل حال طبعا الفوز جاء في وقته وفي محله، بعد اولمبيات، خلنا نشيل السماعة، بعد اولمبيات لندن، واعتقد ان هذا احسن استعداد. والحاجة الحلوة ان حققنا الرقم العالمي 150 من 150 مثل ما قال رئيس الاتحاد، تبون بعد اكثر من هذه؟ زين، كم في البال اول ناصر لكل فعل ردة فعل؟ يعني توقعنا الناس اللي قريبين من ناصر توقعوا ردة فعل، لكن ما توقعوا 150، يمكن توقعوا انك تتأهل للأولمبياد، توقعوا المركز الاول، والله لكن 150. يعني انا جاي من غالي دكار، قاطع 7500 كيلو، طبعا الحمد لله، يعني ان توقفنا، يعني ما كملنا الرالي لظروف معينة، والحمد لله يعني ان تواجدنا هنا في بطولة آسيا، والمؤهلة هي البطولة الوحيدة اللي تأهل على أولمبياد لندن، وهذا كان حلمي من قبل، إن يعني إني أشارك في البطولة الخامسة لي شخصي يعني في الأولمبياد، وهذا طبعا بحد ذاته يعني إنجاز كبير. زين، بس بقول لك أنا، أنت حزين بخروجك؟ كنت بتضحي يا رالي يا البطولة، صحيح هذا الكلام؟ نعم، أنا كنت تضحي، لكن رب ضارة النافع. نعم، أنا كنت مضحي في الرماية، لكن طبعا الحمد لله، يعني مثل ما قلت، يعني ربة ضارة نافعة، يعني خروجنا من رالي داكار طبعا أعطاني عزيمة ودفعة كبيرة. ما تعودت على الإخفاق نقول أو الفشل؟ لا، الحمد لله ما تعودنا على الإخفاق، لأن يعني
تقدر تحقق في حياتك أشياء كثيرة. وطبعا الإصرار، الترتيب، الاتحاد، يعني في أشياء كثيرة يعني تسمح لك بالظروف أنك تفوز بالبطولة. لكن طبعا أنا ما كنت متوقع أني أرمي 150 من 150، لأن ما كانت في البال يعني ما كانت في البال، لأن 150 من 150 ما حد متوقعها. يعني أنت لو تحسبهم في تاريخ الرماية، يعني أنا والله مش عارف كم تاريخ الرماية، يمكن 100 سنة ولا 150 سنة. يعني هم حنا الأربع رماة اللي حققوا على مستوى العالم، اللي حققوا 150 من 150. متى حققوها؟ من زمان قصدك ولا تو؟ في أولمبياد أثن، بكين لا، في واحد في 2007 بطولة العالم، بطولة العالم. وطبعا وأنا الوحيد يعني أمريكي ونرويجي أنا ما أعرف ظهر يوكرين، بعد من اليوكرين أيوة. والحمد لله يعني سجلنا اسم قطر إن رابع شخص في هذا. نعم. يعني إذا قلنا أمريكي ونرويجي وأوكراني وقطري، نضاف لهم الآن. ما بغرب عليك أبو صالح، الناس تدور لك الآن مو بكلمة مبروك حاجة أحلى من كلمة مبروك، صارت متداولة مبروك. الحمد لله، الواحد دائما يسعى، وطبعا ها كله توفيق من رب العالمين ومن دعاويكم يعني. والحمد لله يعني إحنا حريصين على تشريف وتمثيل قطر في المحافل الدولية. زين، في سر في الرماية عندك بصالح؟ سر النفضة اللي موجودة معك؟ ما كانت موجودة. لا ما كانت هي الله يسلمك. يعني إذا بتلاحظ أنت تتعمد؟ لا والله شوف، إذا بتلاحظ يعني لما سكر البندق يعني ما فيها نفضة، عادي طبيعي طبيعية. لكن سبحان الله يعني هذا وقت ما أكون أنا جاهز في الفعاليات، مركز طبعا هنا انا ما احس بها، انتم اللي تشوفونها انا ما اشوفها. انت تنفض العالم وراك، انا ما اشوفها، لكن صارت عاده العالم الحين يفكرون ان هذا تكنيك جديد. هذا اللي اقول لك، الناس اللي موجوده قالوا لا والله تكنيك من ناصر، يفكرون انه تكنيك يعني. لا والله بعض الناس قال لك خوف. انت لاحظ، لا الخوف ما في خوف الحمد لله، لو في خوف ما رميت 150 من 150 يعني. لو بعدين اللي عرفت انه بعد القلب عندك سووا لك قياس القلب، هاي كلها عندك نسبه برود او شيء من هذا، كلها دراسات يعني نسويها. وطبعا لابد ان دقات القلب تكون في على ليفل معين، لا تنزل ولا تطلع، يعني في اشياء كثيره بس يعني احنا نقولها بالعاميه برود يعني بارد قلبه. والله شوف يعني هي الخبره مش برود قلب، بالعكس والله قلبي يحترق وقت الرمايه. يعني الشغله مش بسيطه، لابد انك ترمي، وخاصه البطوله في بلادك يعني، وهي المؤهله الى اولمبياد لندن. بس ضحيت فيها وجاتك هاي الحمد لله. يعني شوف سبحان الله، ضحينا في هالبطولة. طيب ليش تركيزك كان على الرالي؟ والله شوف يعني مع العلم انه يمكن كانت بطاقة مضمونة اذا ناصر شارك. لا ما في بطاقة مضمونة في حق قطر. لا اذا ناصر شارك الناس كلها تراهن على البطاقة. وبما فيهم رئيس الاتحاد. والله وللعلم التصريح اللي جاب رجعت في وقتها، كل الناس اللي قالوا في الرماية جت في وقتها بطاقة ناصر. الحمد لله، اول شيء شوف يعني خاصة البطولة الرماية صعبة، لأن اللعبة اللي أنت فيها لعبة السكيت هم أبطال عالم. يعني عندك الرشيدي الكويت بطل عالم ثلاث مرات، الإماراتي سعيد مكتوم فايز ببطولة العالم في الفاينل وولد كاب اللي في دبي، عندك الكوريين والصينيين يعني هذول بس ما يتفوقون علينا في الشوزة على وجه هذه. ناصر انا ارجع لموضوع النفضه، يعني قلنا لك تكتيك وناس قالوا خوف وناس قالوا لا لازمه، شفت اللازمه اللي في الكلام بعد الحين تمسك مع الشخص يقول لك لازمه امسكها. لا لا لا، هذه انا لاحظتها الله يسلمك في 2004 في اولمبياد أثن. حسيت فيها، حتى المدرب يقول لي فيه، بس قلت له انا يعني هي من حرصي على الطبق ومن تركيزي العالي يمكن في نوع من النفضه، لكن هي صدقني يعني هي مش خوف ولا هب. لكن مش ممكن تخرب عليك؟ لا لا ما تخرب، بالعكس بالعكس الحين في ناس يبغون يسوون الطريقه هذه ومو بعارفين. ابتكرها ناصر يعني هذا الرامي الوحيد اللي في العالم هو اللي عنده النفضه. سبحان الله، هذا يعني حرص من الرامي، توفيق من رب العالمين. والحمد لله يعني
طيب الان وين تشوف نفسك ناصر؟ يعني اذا تكلمت ناصر عن ناصر شارك في الرالي الحين، كان في رالي داكار في ظرف اسبوع احنا نشوفها في الرمايه ما كانت محسوبه. والله بيني وبينك يمكن في اسبوع 150 طبق يا اخوي تمرن مره ثانيه. يمكن عين الشباب اللي في الرمايه هني شوي قويه كانت حق الرالي رالي داكار يعني، وسبحان الله يعني استبعدنا من رالي داكار، لكن صدقني ما زعلت بالعكس، اليوم فرحان فرحه غير يعني ما توصف، يعني فوزنا ببطولة. فوزك اول شيء بقول لك ميدالية فردية اسيوية ذهبية والفرق نعم انجاز شخصي عالمي, نعم. عالمي. نعم. بطاقة اولمبية الحمد لله، يعني اربع اشياء في بطولة. في بطولة واحدة. طيب شو اللي صار معك في رالي داكار؟ والله رالي داكار طبعا صارت مشاكل بينه وبين الفريق، لانه كان في سائق ثاني، الاب يمتلك الفريق والابن هو يسوق معي في الفريق، صارت هنا شوي مشاكل انه يبغوني اساعد الابن، لكن طبعا انا لان وافقت؟ لا طبعا ما وافق لان انا جاي مستاجر، لكن انا لي هدف من مشاركتي في داكار 2012، لان الروت يعني كان جدا مختلف، لنا لتحضيرنا ان شاء الله ل 2013 للفريق القطري ان شاء الله. من خدت الهمر الناس ما يعني ما تفائلت، قال لك من الهمر الحين. لا مثل ما قلت لك يعني احنا لابد ان نجرب ايش امكانيات الهمر، وطبعا الهمر طبعا موتر زين، لكن الفريق هو اللي كان نوعا ما تعبان، لكن طبعا الحمد لله استفدنا وعوضناه هنا في الرماية. زين ابو صالح انا استاذنك تخاويني طال عمرك ان شاء الله، ونروح عند رئيس الاتحاد ابو غانم ونقعد معاه في ذيك الجلسه وندردش شوي قبل ما نختم البرنامج. يلا ايضا مشاهدينا انتظرونا انا وناصر بن صالح العطيه ومحمد بن علي الغانم رئيس الاتحاد في جلسه وديه قبل ختام هذا البرنامج. اذن يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا من جديد، ونرحب مره اخرى بضيوفنا الذين كانوا متواجدين معنا طوال فتره هذه الحلقه الخاصه بالاتحاد القطري للرمايه وبالتحديد من ميادين لوسيل. رحب بابو غانم محمد بن علي الغانم رئيس الاتحاد القطري، وايضا النجم العالمي السوبرمان قولوا عنا كيفكم قولوا عنا ما تقولوا ناصر بن صالح العطيه، رحب فيكم مره ثانيه. مرحبا ابو غانم، احنا ما عندنا الا 10 دقائق او ربع ساعه بالكثير بخصوص نتكلم فيها الآن عن المنتخبات الوطنية وكم عدد الرامي القطريين، خصوصا لما نتكلم عن السابق كان كنا عندهم على أصابع، الآن وصلنا إلى أعداد يمكن لا يحتملها بعض الميادين. صحيح، الآن وصلنا آخر عدد 220 رامي مسجل عندنا معتمد، يعني حسب الفئات السنية وحسب درجاته، يعني مثلا نجي نتكلم عن وشعيل هو فريق السكيت ألف في باء مش جونيور، هو الرجال الكبار لكن باء، وفي جيم ثلاث فرق، بحيث ان ناصر كان مثلا يعني له خليفه الحين ناصر؟ مش خليفه، لا من يسد فراغ اللي يتركه ناصر في حال ارتباط ناصر او ظروف ناصر وما شابه ذلك، مثل ناصر كان في الرالي كان فيه لاعب مستعد انه يسد مكان، لكن بس كنتوا حاطين في بالكم ان ناصر يشارك؟ يرجع ويشارك؟ اي نعم. ما كان بيخلص الرالي؟ احنا الله يسلمك مسوي بغالي نعم. بس خليني اقول لك الرجال كان في رالي، لو استمر في الرالي ما يلحق على البطوله. نعم تكلمنا في هذا، ما يلحق على البطوله، تكلمنا مع هذا قبل لا يروح البطوله، قلنا انا وناصر نفس الشيء، قال انا يمكن الرالي انا راليات كثير انسحبت منها، قلنا ناصر عندنا احنا توقيت معين اللي تاريخ 13، وصلت قبل 13 عندك مكانك موجود، لا عندك القدره انك انت تعدي بعد 13، يعني اجي في مثلا بكره المباراه وانت حوالي فوق ال 20 ساعه الطيران صعب، انا صعب شوي، فبالعكس ناصر اول ما انسحب من الرالي على طول اعطانا تليفون قال انا جاي مع ضغطة الزر اللي مع ضغطة الزر ما اعطيناه له. سوف ضغطة الزر بصالح والله طبعا الجهاز الامرجنسي حق الحوادث، يعني اذا ضغطت على الزر الجهاز طبعا اوت اوف ذا ريس، يعني انت برع المسابقه برع الرالي وخلاص، يعني سبحان الله اخذت القرار على طول يعني في وقتها،
بالعكس يعني انا مثل ما قلت حق بغانم، بغانم كان على الخط الثاني مع طارق، بغانم هو دائما على اتصالات ودائما يعني متابع، لكن فضلت اني انا ارجع باسرع ما يمكن اني اكون موجود هنا مع اخواني. وبالعكس يعني الحمد لله يعني. كم يوم تدربت؟ والله يوم ونص. يوم ونص؟ يوم ونص. جاب 150. الحمد لله. الحمد لله، هذا توفيق من رب العالمين. أول شيء ما شاء الله عليك. ما شاء الله. ما شاء الله وعيني عليك باردة إن شاء الله. لكن يوم ونص لا تخلي تدرب وايد. لا هو احنا نعرف ناصر التكنيك ما لا غبار عليه، معروف بطل عالمي وعلى مستوى العالم ومستوى الأولمبي. إنما هل تكون جاهز الناحية البدنية والناحية النفسية جاهز فيها هو ولا لا؟ هنا كان السؤال. كان الأول شيء إن إحنا نعطي ناصر قدر ما يمكن من الراحة لأن جسمه هيد، ومن ثم أن ناصر يكون فوكس لش اللي يبيه ناصر. وناصر جاي بهالهدف أرد يعني جاي من الأرجنتين يعني من البلد الرالي هناك، جاي حاط في مخه إنه يلعب ويأخذ الكوتة، فالهدف هذا موجود في مخه ما يحتاج إن إحنا إنما مجرد إن إحنا نجلس معاه بحيث انه يعطي افضل ما عنده. والحمد لله في اليوم الثاني بدا يعيد لمساته والحمد لله توفيق من رب العالمين دخل اليوم الاول، ولو انه كان هوا يعني كنا متوقعين ان هذا، لكن الحمد لله ابو صالح ابو شعيل معروف بقوته في الرمايه وفي اي منافسه يدخل فيها، الحمد لله الله وفقه. واليوم الثاني استمر على نفس المنوال وكمل، لان احنا هو يعرف ان هذه فرصه كانت عنده وكان لازم يحققها. الكوتا كانت انتهت اوريدي حسامها، لكن كان هو يبحث عن الرقم. طيب هذا رقم اسيوي، شوف جاب اربع انجازات الله يوفقه بعد الرالي. نعم. اربع انجازات خمسة صادق خمس، خلينا نقول كل اربعه، خلينا بقول انا بقول كوتا ومعادله الرقم العالمي لان 155 وتحطيم الرقم الاسيوي وتحقيق الميداليه الذهبيه فردي وتحقيق الميداليه الذهبيه فرق كذي ما زين. شو اللي يحتاج الان ناصر شبابنا خصوصا في رمايه الشوزن؟ لما نتكلم اكيد رمايه الشوزن ما شاء الله نتفوق فيها، او الخليج بصفه عامه يتفوقون فيها. شو المواصفات الخاصه اللي تفرق عن البندقيه والمسدس وخلاف ذلك خصوصا الكرامي؟ طبعا شوف يعني لعبه الشوزن هي تختلف كليا، يعني هي موجوده عندنا حتى في البيوت يعني في الصيد، يعني هي جزء منه صار وقت الصيد وقت القناص. طبعا هنا اكثر ما تشوف اللعيبه يحبون الشوزن، يمكن يعني المنافسه فيها دائما كبيره مولعه، الحدث قدام عينك يعني ممكن انت تشوف الفاينل تستمتع في 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 الفاينل. ومثل ما قلت يعني يمكن هي اشهر من غيرها في المسابقات، خصوصا ان الرمايه انت لجيت البندقيه والمسدس انت ترمي ضد نفسك. نعم. انت في خانتك في حارتك في نقطتك ترمي وتحقق افضل نتيجه، انت ما تدري بالغير، ما حد يزعجك. اما 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 لا اما الشوزن لا معك. انت جنبك تسمع الصفر تسمع هذا وتشوف الطبق والهواء والحكام ويعني اشياء كثيره، يعني لابد ان هي فيها صعوبه يعني، لكن حلاوتها في صعوبتها. اي نعم، كيف تتاقلم عليها وكيف تكون يعني قادر على هالصعوبه، هي هو سبب النجاح. طيب احنا افترينا في المجمع ابو غانم لكن ما شفنا مكان خاص بالترفيه بالعائلات، يعني اقدر اجي انا مثلا انا وعيالي هنا نرمي او اي شخص عادي خاطر يرمي انا، بس ما بيتنافس مع ناصر يا ابو غانم ولا بيتنافس مع اي شخص، انا بجي عندي هوايه الرمايه أبجي أنا وعيالي ولا أنا وربعي ونرمي، ممكن ولا؟ إيه نعم ممكن. هذه في عندنا من يوم السبت إلى يوم الأربعاء عندنا دوام نسميه نادي الوسيل من الساعة 4 إلى الساعة 8، تقدر تجي أنت والميادين مفتوحة. في رسوم؟ إيه ويرمون شوزن ويرمون رسوم فيه؟ إيه ولا فري؟ رسوم فيه رسوم وفي مدربين وفي مشرفين على اللعبة وفيه كم الرسوم؟ على حسب اللعبه اللي انت تبي تلعبها، ان كان الشوزن مثلا الطلقه ب 4 ريال. شامل شامل شا 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 لا كم تشتريها؟ احنا مو بمؤسسه ربحيه بس يعني. كم تشتريها؟ اوكي مش لا هي تطلع لنا اقل من هالشكل، احنا ما كانك تبزي من قبل انت تقول
خمسة قبل فترة من السوق السوداء. شكلك كنت شكلك كنت تستريح السوق السوداء من قبل والله. عاد هذا شوف اللعبة غالية ترى اللعبة، يعني عندك ذخيرة، عندك أطباق، عندك عمال، عندك يعني أمور كثيرة. يعني مش يوميا في التمرين لاعب ناصر ما يعرف التكلفة. 300 ريال كل فرد يوميا على التمرين، يعني ممكن تتعدى مثل ناصر. لا اللي مثل سعر الطبق وسعر الطلقه كم؟ لا ما اقدر اعطيك سعر الطلقه بعدين توهقني. تكلفه اللاعب انت شوف تكلفه اللاعب، تكلفه الذخيره، تكلفه الذخيره والاطباق واللاعب في تمرين بس اترك والمشغل والمدرب وحتى الماي حاسبينها هن الماي والامور الثانيه اللي نعطيها كلها من ضمنها. احنا حاسبين 300 في اليوم، 300 يوميا حتى كل لاعب شوزن. اذا رمى المعدل اللي مثل ناصر طبعا اذا جاء يطلع فوق المعدل. ليش؟ لانه ما يجي كثير، في ايام يرضخ لها 200 طلقه على حسب المزاج. يعني اذا جايب على قولتك رضخ لها 500 ايه 500 في اليوم، في يوم رمى 1190 حمامه. شو تقول انت؟ ما تدري هاي رقم عالمي جديد ما حد يدري. 1190 حمام رامي في يوم واحد ما شاء الله. والله رواني صوره تكود هني هاي التدريب لا في الارجنتين استعد لك وجهي لي هذه الاخبار جديده راسل. تستعد مثل البطولات الرمايه في لا ما يستعد. ليش لا ابو هي ترفيه هو ترفيه. انا حمام غير عن البطوله حمام سهل. اي واحد البطوله البطوله تختلف لا اعصاب. انت لو شفت ناصر شلون يده تنتفض كان بتقوله. شفناه سوينا وعرفنا السبب. ناس قالوا تكنيك، ناس قالوا خوف، ناس قالوا لا والله لازم امسكه معه. لا هذا نفع انا في 2002 معه عمليه وتر بس عنده بس العصب الوتر يعني اذا كيف فسرت التركيز عامل التركيز والضغط المعين على يده. مثل ما انت تمسك طبشوره ولا تمسك سكروب انا تحس انه ينتفض عندك. ان الناصر يحط القوه المعينه اللي تخلي يده ترجف يعني. راح هو قال الطبيب الطبيعي وكل شيء ما في ناصر اذا حرك البندق يده ثابت. سبحان الله عاد هي الحين شفنا الغوضه الحين اي سبحان الله. لكن بالعكس الحين ما كان رامي الحين يبغي يسويه لكنه ما بعرف ايش الطبخه. يعني هذه هي جوالنا الله يسلمك. الكوريين والصينيين انا تابعتهم صوروني من بدايه اللفه الاولى لين نهايه اللفه الاخيره. يبي يعرفون شو السبب في البطوله نفسها نفس البطوله. ولاحظ المدرب قال هذه اكيد انه راح يروحون على الصين ولا كوريا راح يسوون استنصاف ولا راح يسوون حاجه ثانيه. يعني زين ما يثرون عليكم يصورون؟ لا والله بالعكس انا انبسط لما اشوف الاعلام واشوف المنافسه والناس. لا بالعكس تركيز ناصر. لا بالعكس ناصر يحب المنافسه. اقول لك مره يانا اليوم الثاني سوالفه كلها مطلع يانا اليوم الثاني هو سبب خروجي من رالي داكار. يانا يوم ثاني جد الربع رموا ثلاث لفات يوم باقي لهم لفتين جاهم جي ناصر احنا ما ندري ما خلينا لا تضش علينا شايل بندقه. اي بطوله؟ بطوله محليه. بطوله محليه قال يا الربع تخلوني. قال اكو ناصر جاء. قلت انا والله شو اذا انتم بتسمحون انا ما عندي مانع. ناصر واحد من رماتنا القانون انه ما يلعب او انه يلعب لفتين تنحسب له لفتين 50. هم وافقوا وقالوا وافقت من القراده ويرضخ خمس لفات ب 125 ويجون يحتجون. قلت والله ما عندك حق خذ البطوله خذ عليهم البطوله والبيزات من الرمال يبيع ناصر كلهم. في موضوع انا اتكلم فيه مع ابو غانم في احدى الحلقات بخصوص في لفته كريمه منك انت شخصيا ابي اسمعها انا ابي اسمعها من ناصر اللي نعتبره قدوه بكل عبد العزيز يوم احنا كنا خوانزو ومسعود يوم البريء علمنا بالسالفه يا ناصر خلينا نسمعها منك بعيد عن السالفه. والله السالفه الله يسلمك انا اشوف حريص على فريقي. في اثناء الاقامه في الغريه
قلت لهم يا جماعة في كوانزو، في كوانزو إذا فزنا بالذهبية فريق، أنا ما أتكلم عن فردي. أي وأنا بتفرع لكم بستاندر بجيار يا عبد العزيز ويا مسعود. وسبحان الله راحت عبد العزيز بن ناصر يغوف. أي عبد العزيز بن صالح ومسعود بن صالح. أي وسبحان الله راحت مرت علينا أسبوع ودخلنا البطولة وفزنا الذهبية. اي هو طبعا عبد العزيز ومسعود يتزينون اللي قدام، قلت لهم ابشروا ان شاء الله بالخير. اي والله الحمد لله يوم جنة. وطبعا احنا تابعنا يمكن هذا الموضوع وصلت يا ناصر، والله بغريبه عليك يعني كل يوم نكتشف حاجه ميزه جديده. بالعكس ان شاء الله اتمنى بكره شخص ثاني يطلع هذا الان. الان انت اعطيت قدوه ناصر، انت بشخصك انت رامي بنفس الوقت ومحتاج ايضا من يدعمك، لكن انت وصلت الى عقليه الان معينه او مستوى معين من الاحتراف جعلك تتعامل بهذه الطريقه مع زملائك الرامين معك في الفريق، واعتقد يمكن سبب من الاسباب يكون فوزهم بالميداليه. يعني اكيد يعني شوف يعني انت الله يسلمك الحين الحمد لله يعني يمكن ما اذكر او بغانم يذكر يعني الحين صار لنا رابع بطوله نفس نشارك فيها بنفس الفريق نفوز بالذهبية. نعم. عندك العربية، عندك الأسيوية، الألعاب الأسيوية في الصين قبلها يعني والدوحة. الحمد لله يعني أنا دائما حريص على الفريق، لأن تعرف الفريق إذا أثبت وجوده هنا الفردي دائما بتحصله بالفاينل في المقدمة. سبحان الله يعني هو اللي طبعا تكلمنا احنا كثير من الناس مع من اللعيب ان احنا نحثهم على اللعب الجماعي. الله يوفق لاعب في بطوله ويطلع اللي هو نسميه حن راس الحربه، طلع في البطوله حنا كلنا ندعمه، لكن الفريق كلكم اصلا حنا ثلاثه كلنا بنفرح بناخذ ميداليات. صحيح. وبعدين هذا شيء ما خوف على اللجنه الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه القطريه التكريم للفردي غير عن الفريق. حنا عندما مثلا ناصر فاز في الفردي له تكريم، عندما احنا ثلاثة نفوز بالفريق كل واحد ما عندنا تكريم افضل من التكريم اللي ياخذ الفردي. صحيح. ليش؟ علشان يشجعون الناحية. صحيح. الفريق، لان هي الفريق يفوزك افضل. وحتى يعني لو شفت انت في الالعاب العربيه ميدالياتنا احنا في الفريق ازيد من ميدالياتنا في الفردي. ليش؟ نركز على الفريق. وميدالياتكم في العربيه اكثر من الاسيويه. اي نعم طبعا اكيد في فرق. يعني فرق ايه. عقلاني يعني في النهايه. ايوه كوريا انت تلعب ضد الصين وضد كوريا وضد خصوصا في البندقيه والمسدس نتكلم. ايوه هذولاك مكاين. احنا ما بقى لنا وقت ابو غانم، ابي طموحك كرئيس اتحاد. والله طموحك وخاصه ميداليه ذهبيه والله اولمبيه. اولمبيه؟ اي عقبه خلاص اروح البيت. لا معنا مغلينك. هل بيتحقق طموحه؟ ان شاء الله بالعكس. مثل ما قريب ولا بعيد؟ مثل ما حققنا طموحه، مثل ما حققنا طموحه في الالعاب الاسيويه والعربيه. لا لا شوف انا يعني بقول لك بكل صراحه ابو غانم يعني تشوفه صبح ظهر عصر مغرب، يعني الشخص هذا متى يروح بيته؟ يروح دوامه. متى يروح دوامه؟ والله يعني كذا غير انا اروح الدوام الفجر واعود. لا يعني شوف سبحان الله يعني بالعكس انت تحتاج وتحتاج شخص انه يكون واقف وياك وفاهم الشغله، مش انه واحد جاي من برا ومو بفاهم الشغله، بالعكس في السفرات يساعدنا في كل شيء، يكون معانا يساعد يعني سبحان الله. ما انت تستحي من نفسك. صحيح. انك ما تجيب ميداليه، وبالعكس يعني دامنا وصلنا للرقم العالمي. ما تدري انت ايش يسوي يا ابو شعيل، الله يسلمك. هو في اي بطوله؟ انا قايل لا تجيب حمد. في اي بطوله؟ يمكن رافقتكم في اكثر من بطوله، في مصر وفي بوسان وفي بكين، يعني حافظ عليكم ويداريكم من بعيد لبعيد. لا تقربون، لا تسولفون عن ماضي شنو، لا تقربون. لانه هو كان في السابق لاعب، يعني ما كنا نلاحظها قبل، عرفت نغطي ونسوي ونسوي حتى مع المنتخبات الثانيه في هالفتره. انا اكلمك لكن جاي منتخب قطر يقول اطلبوا عيني هذه قبل هذه، بس اخذوا منهم اللي تبون، بس اقبل خلي يخلص واخذ يدك. الله يداريكم. مو بالمداراة، هي في جهد اداري، يجب من الجهد الاداري هذا لا يخفى على على الجميع انه هو ايضا من ينجح اللاعب نفسه. ان الجهد الاداري عندما ناصر يجي ويحصل كل شيء مرتب، غرفته مرتبه، مواصلات ترتاح نفسيا. ابو غانم انت حققت طموحك على المستوى العربي والاسيوي؟ نعم.
حققته؟ لا لا هذا اللي احنا خلص منهم. من؟ هاي بفرد السم كلهم ما خلي لهم شيء. الأولمبيات بس نبي ميدالية واحدة. زين ناصر شنو طموحك أنت الشخصي الآن؟ طبعا مثل ما قلت لك يعني طموحي هو شخصي. هو شخصي كفوز بأولمبياد لندن ان شاء الله لانه وصلت وتحقق طموحه بعد. لا 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 ناصر الجميع ناصر ناصر طموحه انه يرمي افضل ما يمكن في الأولمبياد والتوفيق من رب العالمين ان شاء الله. هذا طموحي انا غير عن طموح ناصر. ناصر يجب انه يركز. احنا ما قلنا هذا طموحك يمكن طموحك يتحقق ما عنده مسابقه ثانيه تراب بالعكس يعني مثل ما سعيت لرالي داكار وفزت لاول عربي او اول يعني خليجي يفوز برالي داكار. بالعكس الحين هدفنا هو الاولمبيات وهدف مشروع. نعم صحيح بالعكس النهاية. طيب انا ناصر وغانم انا جدا شاكر لكم. الله يسلمك مشكور على تواجدكم معي بضيافتكم. ابو غانم على وجه الخصوص انا شاكر لك حسن استقبالك وضيافتنا في هذا اليوم. قضينا 3-4 ساعات حلوين في ميدان لوسيل. نتمنى في النهايه انكم بالفعل وفقنا في تقديم جزء بسيط لننقل ما يوجد داخل ميدان لوسيل للمشاهدين اللي مو بعايشين الاجواء اللي موجوده خصوصا اثناء البطولات. انا جدا شاكر لكم على حضوركم الحق. مرحبا فيكم المكان مكانكم الله يبارك فيك. احنا مقصرين قد ما نسوي احنا مقصرين. جل عمرك طويل ما مك قصور. ابو شعيل ولا ابو صالح نقول لك الى الامام. الى الامام دائما ان شاء الله عودتنا على الانجازات وخمسه وخميس ان شاء الله ان شاء الله تحقق طموح ابوك. امين ان شاء الله. غانم مشاهدينا وصلنا وياكم الى نهايه هذه الحلقه. نتمنى بالفعل ان نكون قد وفقنا في تقديم ولو جزء بسيط ونقلنا ما يدور داخل هذه الحلبه التي توجد فيها حياه كثيره لا يعلمها من هو بالخارج. موعدنا يجدد الاسبوع الجاي في حلقه جديده يوم الاثنين الجاي في تمام الساعه 10:00. حتى ذلك الوقت تقبلوا تحيات أسرة هذا البرنامج بقيادة المخرج حلمي أبو سعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.